عواطف تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت طيب يا شيخ، وأنا فرحانة أني سمعت صوتك ونحبوك في الله حبيبي. الله خير ويحفظكم يا رب. إن بارك الله ربي رمضان على العرب كلهم ويفرج عليكم يا رب. آمين آمين يا رب آمين. يا شيخ بنسألك، أنا رمضان أنا قاعدة في لندن، في لندن مرضت يوم 7 رمضان، مرضت نعم. مرض يعني الدكاترة عزوا عليه، يعني قعدت في العناية، طرت قعدت قريب 20 يوم رمضان كل فترته. نعم. المرض هذا ما خلانيش أنصيم، لكن بعد رمضان الحمد لله عالجت وصمت، بس ما دفعتش يعني صيام، بس مش معها اطعام اي اطعام. نعم. مسكين او يعني ما هل انت هذا رمضان الماضي 2011 اي 2011 مرضت ورقدت في المستشفى الحمد يعني لله على سلامة رمضان. وبعدها قضيتي قبل ان يدخل رمضان هذا؟ لا قضيت الحمد لله كله وزياده الحمد ما لله. شاء الله عليك الحمد لله. الحمد لله ان شاء الله انت مؤمنه وحريصه على الخير. خلاص صومك صحيح ولا يلزمك لا يلزمك اطعام، مجرد القضاء تعويض هذا الصوم يكفيك باذن الله. الله يقبل. بارك الله.